أولياء الأمور التلاميذ يطالبون بهذا الإجراء قبل تلقيح أبنائهم. طلب عدد من أبناء وأمهات التلاميذ بإجراء اختبارات الكشف السريع لأبنائهم وبناتهم قبل التلقيح، في ظل انطلاق حملة وطنية موجهة إلى المتمدرسين المتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة. وأعرب عدد من آباء وأمهات التلاميذ عن تخوفاتهم من نجاعة اللقاح في صفوف الفئات العمرية الصغيرة، وسط تخوفات من مضاعفات محتملة في ظل غياب أجوبة مطمئنة بسبب ما أوردته يومية الاتحاد الاشتراكي. كما كشفوا عن هواجس من إمكانية تلقيح أطفال مصابين بالفيروس، خاصة أن صغار السن لا تظهر على أغلبهم أي أعراض، وما يمكن أن ينجو عن هذه الخطورة من تبعات صحية، وهو ما جعل العديد من الأسر تطالب باختبارات الكشف السريع قبل التلقيح رفعا لأي لبس وتفاديا لكل ما لا تحمد عقبة. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت عن الشروع في تلقيح الفئة العمرية بين 12 و17 سنة من أجل إنجاح الموسم الدراسي المقبل، لافت إلى أن اللقاح آمن ولا يضر بهذه الفئة على الإطلاق.